الفكرة التاريخية أولا لقلنا رح فرجيكم روت 66 أتليست نصة من كاليفورنيا على نص الطريق على أوكلاهوما. مشوار روت 66 ببلش هلأ. أطيب المحلات الأوتيلات والأشياء الحلوة. يلا الحقونا. مرات واحد بيدوق اشياء بالمحلات يلي منه منتظره. جامبون جبنه كرواسون كتير طري شوي مثل الساندويش بس حبيته كتير. ودونات دونات طري طعمته ما فيها زيت سكر عليه. دونات وامريكا قصة حب. بان بيعملها هون لحمة طرية خضرة فيها كتير. أول برجر، تاني برجر مع تشيدر. واو حبيته المحل. اسمه مويا بمونروفيا. أول غدا على طريق التكسيسات. صارت الساعة 12 ونص وصلنا بهيد الشقفة يلي اسمها روت 66 أكثر من 30 كيلومتر ما تغير اسمه. من بعد ما تروقنا تغدينا صار وقت التحلية رح ناكل بوصة ومنكفي البر. باسكن روبنز مين ما بيعرف كل بول ب 250 كالوري بس كثير طيبين. وهلا عندهم على الموضة الدونت مع بوزة بقلبه يلي كل العالم عم جرب قلبه كمان. تنتين ونص تركنا ساعة 8 ست ساعات على الطريق وبعدها كاليفورنيا. بعد في كم كيلومتر بنقطع على ستيت تانية روت 66 في شقفة منها بطلت هي الطريق فمجبورين تاخدوا الهاي واي او انترستيت 15. تغدينا تروقنا وعم نكفي بلشنا نفوت بالصحراء عم تشوفوا المناظر. بلشت قصتنا بسانتا مونيكا، قطعنا بال اي، سان برناردينو، وهلا نحن باورو جراندي. لو بدنا نكفي على شيكاغو بتاخذ معنا الجمعة يلي ما عندنا اياها. لازم نخلص باوكلاهوما سيتي. هلا شفتوا الخريطة؟ يلا نكفي.
اول تفويله. مشينا اكثر من 100 كيلومتر ما كان في ولا ترومبا، هلا صرنا على محل في الستة حد بعضهم. أربعة بعد الظهر 300 كيلومتر أكثر من 8 ساعات سواقة وصلنا على أول وقفة رسمية اللي هي كاليكو جوست تاون. هالضيعة اللي اليوم هي متحف تفضت سنة 1881. هنا الكاتشب والموتارد مثل بالفلومة، البرجر ذكرني بطفولتي، السوفت درينك وساندويش اللحمة. كمان عندهم مجلة اللي بتخبركم سنة 1982 قديش كان حق الأشياء وكيف هذا الداينر بلش. داينرز من الخمسينات بتحسوا حالكم عن جد بفيلم أمريكاني وأكلهم طيب. بدها لقمة فيها الاثنين سوا. بانانا كوسترد. ويب كريم. واو ما في غير الامريكان بيعملوا شيء كويس. والسندي الشهير غوزة. أنا عم حضر السفرة ريت عن رويس داينر، قالوا The Iconic Place أحسن محل وأحلى محل واحد يزم يزوره. وصلنا لهون أربعة مكسرة عنده روت 66 بير اللي هي منا بيرة طعمتها سكر، وجوا شخص عايش هون ما عنده مطبخ ما في أكل، بيزيزق الباب وعم بيفتح قاعد بلا موسيقى وجهه أسود، بس هون بتحسوا كيف كانت تعيش روت 66، كيف الفلومة بخبرونا عنها هالمحل الرواق. الناس بتجي بتعبي بنزين تشرب هيدي وبتكفي. صارت الساعة 6 عشية، قلعنا ساعة 8 على بكرة، بلشت الشمس تروح، بعد عنا مشوار طويل لأنه الصحراء قدام. مسكرة الطريق 7 بالليل أكثر من 400 كيلومتر ولازم نلحق طريق تانية.
روت 66 عن جد واحد لازم يعيشها معي تيصدق هالنهار. 12 ساعة أكثر من 550 كيلومتر على أساس رايح نام بأريزونا مجدد بنيفادا. بنيفادا محل اسمه لوفلين طلع فيه كازينويات فكرت حالي صوت على فيغاس بس طلع محل تاني. هيدا النهار بيتدورخ لازم كل واحد منكم يجربه بحياته عن جد مثل الحلم. تنوجدوا بمحلات ما بتلاقوا حدا بيطفي التليفون ما في ترومبة تتعبوا فيها بنزين وهيدا بس أول نهار. خلص بحط لعنين بالأوتيل ونرجع ملتقى بكرة نهارين بعد تنوصل على أوكلاهوما سيتي. Good morning America. تاني نهار وهي 7:00 هلأ 8:00. نقلنا من نيفادا على أريزونا ب 100 متر ورا النهر مبلشين على روت 68 تنرجع نستلم روت 66 بعد شوي ترويقة وبيبلش النهار. صعب بشوف قدامه الطريق ما بتخلص على آخر الجبل ينقص 550 كيلومتر من أصل 2200 إن شاء الله يخلصوا بيومين. صوت الباب والجرس عم بيفتح، صوت البيض بالمطبخ عم ينعمل هلا، الصحون الكتير كبيرة، كلها زيت، كلها فات، أمريكاني من الآخر، تاني نهار روت 66، مستر ديز هو الداينر يلي ممنوع إذا أنتوا قاطعين على الطريق ما تقطع عليه، من بعد باكي سوز، هلا مستر ديز، بس أكيد ترويقة وحدة ما رح تكفي. نهار تاني روت 66 بتكفي، 600 كيلومتر ونحن مكفين. بانكيكس، بيض، ووفلز، الأوملات والخبز بالآخر مع زبدة والمربى. هيدا هي على أمريكانة مثل ما بتشوفهم بالفلومة مع كل الخبصة اللي فيها. يلا بتروق ومنمشي. Ash Fork is off the highway, but that's got a little bit of Route 66. Williams has a little bit. Flagstaff's got a good portion, about 4 or 5, maybe even 10 miles. Goes through from exit 191 down to 203, I think. This is the town of Seligman. You can actually go 18 more miles beyond that to here. Then you're on the interstate. بمدينة كينغمان تغيرت حياتي. تعرفت على دايان بالمتحف يلي عطتني الخريطة وضلتنا على الطريق. فسرت لي أن روت 66 من هون ورايح بتبطل شقفة وحدة بتصير مقطشة كتير فحرام انزل الحقها رح كسر سيارتي. فطلبت مني أن أطلع بقلب الجراند كانيون بهالطريقة. طريق تاخد وقت أقل وبكتشف محلات أكتر.
رحت ايان عطتني باسبور وتحدتني اذا بقدر اعمل كل الاشياء باريزونا. اريزونا يلي بتعتبر حالها the heart of route 66 كتير اوضح حالها جد على الموضوع وين ما كان في route 66 ورح نجرب نربح التحدي واعمل قد ما بقدر منهم. هيدي هي الخريطة قربوا تفرجوا كينغمان رح كفي على طريق ضيعة اسمها سيلينغمان بعدين برجع بطلع على الجراند كانيون بلف لجوا بلحق طريق الزرقاء لحديت ما اوصل على نيو مكسيكو وان شاء الله اليوم عشية من بعد 10 ساعات سواقة بقدر اوصل ونام بنيو مكسيكو. يلا الطريق بتبلش ترويقتين والخير لقدام. شافت روت 66 باريزونا بتخلص هون. ضيعة سيلينغمان 450 شخص عايش فيها، صرنا عاملين 750 كيلومتر، هيدي الضيعة القليلة أو وحدة من النادرين يلي بعدها على روت 66 والناس عايشين فيها. 450 شخص بعده عايش هون، داينر، موتيل، أوتيلات. رح ناخد خريطة ونرجع نكفي، هلا نطلع على الجراند كانيون. كارت كيك ومنمشي، يلا. هيدا هو الاكل سوسيس مثل ما بكلها باوروبا ساندويتش دجاج ابيض من هيك ولا اهيا من هيك بس منه ناشف واللي بيعمله طيب انه بقلبه روستد بيل بيبر روست بيف ساندويتش منه ناشف وخبز محمصه عليها زبده هلا جاي الكاروت كيك منو كاروت كيك المكان التقيل قاسي مثل ما شايفين very juicy واو الوالنوتس عم بقرق شو كريم تشيز فوق في اطيب من الاكل في احلى من الاكل الطيب وبرده بتكفي ساعتين طريق تقوس على جراند كانيون يلا على الوقت مش رح روحوا ما بيتروح Arizona 64 North, 480 kilometers. من روت 66 صرنا على روت 64 ساعتين من آخر وقفة تنوصل على جراند كانيون وتغير من الصحراء على كتير شجر وخضار ورح نرجع نفوت على الصحراء طريق نضيفة 65 miles وماشي يوم الثاني 950 كيلومتر نحن بالجراند كانيون اكثر من 6 مليون سنه تصار اللي صار ورانا وبعده عم يتحول عن جد صار بيقولوا منظر بمجد الخالق
هيدا الصحن اللي فيه كل شيء مع بعضه، دجاج، لحمة وخنزير. أكل غريب، اكتشفت شيء جديد، تعلمت أشياء جديدة قبل ما كفي الطريقة، وإن شاء الله أدرها ماريزونا اليوم تبلش بكرة نيو مكسيكو. مشوار طويل، كتير طويل، 13 ساعة الطريق، 1350 كيلومتر بيناتهم 800 اليوم. كان عبالي وقف قبل، بس 3 ساعات طريق سودا ما لقيت شي. لحديت ما وصلت على محل الرانشو اوتيل، مكتوب هو اوتيل المشاهير، مظبوط بتفوتوا لجوا بتحسوا حالكم بقلب فيلم. الاسانسور بعده على الاجر، مجبور يطلع حدا تا يفتحه. نهار كتير حلو، اهم شغلة صارت فيه انه قطعنا تايم زون واحد، بأمريكا في 4 تايم زون، قطعنا واحد وبعد في واحد تاني على الطريق. رح فوت نام 11 بالليل ترجع بلش بكره. كتير حلو، كتير حلوين اكتشافات، الاكل طيب. هلا رجعنا استلمنا روت 66 وبنرجع بنكفي نيو مكسيكو، تكساس، اوكلاهوما. ثالث نهار روت 66، حماس خوات، صاروا اكثر من 1350 كيلومتر وبعد في قدهم يمكن توصل على اوكلاهوما. ليله كانت كثير حلوه بتتورخ باوتيل اسمه الرانشو يلي قطع عليه كثير مشاهير وكثير فلومه هوليوود تصورت هون. وعيت على بكره بريكفاست بوريتو، هيدي الترويقه رح اتذكرها لفتره كثير طويله. كثير حلو النهار، كثير حلوين الثلاث ايام، اكسبيرينس اكتشافات ما كنت منتظر بحياتي اعمل هيك شيء. سياره، سواقه، موسيقى، ضحك على وجهي، مشوا معي لأنه بعد في 3 ترويقات، بعد في غدوات وكل شيء فينا نكتشفه على الطريق. صار بيقولوا أمريكا كبيرة، اكتشفتها هلأ، أرض الاختراعات وأرض opportunities. أمريكا روت 66، مشوار ثالث يوم ببلش هلأ.
الجو اول ما تفوت وحتى تحكي على الوجه احساس غريب. روت 66 بطبعه مثل ما هو الامريكاني الداينر واكل اسمعه. والبرجر مثل ما بيكون كل الفات كل الحر رح ياكل انبسط وكفي الطريق. واو صلى على وين. انا بعرف درايف ثرو واحد بيقطع لانه كثير مستعجل تما ينزل لتحت، بس انه صف يطلع قدامي تابلو احكي مع مكنة ما فهمت ليش. انا بعيط وهي بترد، وانا بعيط وهي بتعيط، وانا بعيط وهي بتعيط، فبالاخر ما كانت اهين لو هي اجت. بس anyway سونيك هو فرانشايز ما نسمع فيها من قبل، فوقفت اشوف شو عندهم. اوه يعني ان شاء الله تكون فهمت علي. فوت لونج سوسج فريت وشي تاني ما بعرف شو هو. هيدي البوظة كلها. واو ثانكس. بوزة لثلاث أشخاص. طعمتها علب آسية فاست فود. لا رح أكل على جي داينر تاني أحسن. وخمسين كيلومتر منهم 450 يوم، وصلنا على سانتا روزا والبلو هول. بلو هول هو نبعة مي غمقة 35 متر تقريبا، الناس بتجي لهون تغطس وتنزل على كعب. عم باكل؟ عم باكل فريت. الناتشوز ما بيتاكلوا لانه التركي ساندويتش كارثه، لانه البرجر حسيت حالي عم باكل بيج ماك. مهم سيلفر مون مكتوب محل لازم واحد يزور عليه يقطع عليه، محطوط غير مبرر انه واحد من الاشياء الاساسيه على روت 66. بس تعوا شبعانين اكلت فريت. يعني
تكون صريح، قليل ما أكلتك مش طيب هالقد، قليل ما أكلت جريل تشيز ساندويتش بالبيت بعمله أطيب، كيساديس ما بعرف شو فيها، سويت بوتيتو عادي زيتين وسكين اون فرايز معلوم طعم. بعتقد بنيو مكسيكو مع احترام للجميع ما كتير قراب عن شو يعني، ان شاء الله يكون هناك تكساس. اشرب ماي دلوقتي. اخر وقفه بنيو مكسيكو هي ضيعه توكوم كاري. هالضيعه يلي قريت عنها على الانترنت وبتقول انه واحد ساعه بيجي لهون اكثر محل بيقدر يلاقي اشياء. مظبوط، اكثر محل بيقدر يلاقي اشياء، بس للاسف ما في حدا على الطريق، نص المحلات مسكرين. بتحسوا روت 66 القديمه، بس روت 66 يلي عم بتموت. ان شاء الله توكوم كاري ما تصير جوست تاون كثير قريبا. اكلنا اكل مش طيب، الاوتيلات نصها فاضي، الاسبريسو كافيز نصهم فاضيين، بس اكيد هيدا المحل ضروري تقطعوا عليه واتليست توقفوا بمحل واحد تتنفعون تهدايا عبدالله ماشي. بهاللحظة مكن وصلنا على النص، على نص الطريق 1200 ميل على داينر اسمه ميد بوينت. Unfortunately بيسكر الأحد، ما رح أقدر جربه، بس هون نص الطريق صار قاطع تقريبا 1900 كيلومتر ماني بالليل، لأنه صرنا بالسنترال تايم زون، صرنا قاطعين 3 تايم زون، ورح نكفي على تكساس تلاقي محل نم فيه، لأنه بكرة أوكلاهوما سيتي. يمكن أهم وقفة لهلا البيك تكسن بتكساس، اللي بيجي على تكساس وما بيكل لحمة ما عمل شيء بحياته، أو بالأحرى واحد لازم يسافر تيجي على تكساس تياكل لحمة هالقد سميكة هالقد طرية هالقد حمرة من جوا وطعمتها هالقد غنية. ما إنه شاطرين بالبطاطا ولا الموزاريلا ستيكس، بس اللحمة عندهم خوات. هيدا المحل بيعيشكم جو تكساس المظبوط، الاستقبال الحلو، بتحكي على وجه كل العالم، اللقمة الطيبة، البيرة اللي بيعملوها هون، ثالث نهار بيخلص، 2100 كيلومتر، 12 ساعة سواقة بالنهار، إحساس بعقد، أشياء تعلمتها ما كنت خيرها بحياتي، اكتشفت أمريكا يلي بيقولوا عنها كبيرة بس بتحسوا قديش كبيرة، رح فوت نام بهالأوتيل كتير حلو، بكرة على بكرة بكفي، تقوس على أوكلاهوما سيتي، وبخبركن شو أحلى شي حبيته بالسفرة، شو برجع بعيد وشو لا، شو انتو لازم تلحقوا تعملوا قبل ما روت 66 تموت وما حدا يسمع فيها. خلص عشاية وملتقى بكرة. يا هيك لحمة يا بلا. هاي رابع نهار حماس خوات، هيدي ترويقة المقاتل، جامبون سمكو سانتي، سوسيجز مبرومين، 6 بانكيكس، ساندويش بدو 4 أشخاص ما بيكلوه، الكارت كيك بكبره تقريباً بتقلو شي كيلو، بسكتس اند كريفي، هني بسموها هون The Cowboys Breakfast أو The Hungry Cowboy. رابع نهار تكساس، مكفى على أوكلاهوما سيتي 3 ساعات بعد، روت 66، بروجرام خويت جنون، اكثر من 2100 كيلومتر، اربع مرات معبدين بنزين،
عن جد رود تريب تتورخ. الحقوني بعد في اشي على الطريق. قرب المشوار يخلص، اخر ضيعة شامروك قبل ما اوصل على اوكلاهوما سيتي، وهون كان في داينر بطل عنده اكل وكانت ترومبا من زمان واحدة من الوقفات الاساسية يلي 4.6 ريتنج تبعها على تريب ادفايزر. ستات جوا كتير حبوبين، فيكم تشتروا غراض قد ما بدكم سوفينيرات من روت 66 قبل ما نرجع نستلم الهاي واي وصير باوكلاهوما سيتي. اوكلاهوما سيتي من بعد 4 ايام نطرت تصور ارمت اوكلاهوما سيتي طلعت مش موجوده. يلي بفاجئ قديش الطريق بكاليفورنيا روت 66 عليها عجقه عليها ناس سياحيه وبعدين بتصير تموت شوي شوي. وصلت على نص الطريق ما بعرف اذا حرزاني واحد يكفي على شيكاغو بلشت اكتشف جوستان ورا الثانيه وان شاء الله الناس تجي تضل تعمل سياحه عليهم تما يروحوا على الاخر. ترجعوا بتعيشوا من 80 سنة هالطريق يلي اوفيشلي وقفت سنة 89. بيقولوا انه يلي وقفها هي شهرتها لدرجة كانت مشهورة انه بطلت تساعد الناس طريقين تو لينز ما كانوا بقى كفاية فخلقوا الانترستيت 40 ونهار اللي انخلق الانترستيت 40 يلي مفولة عالم روت 66 راحت. تطور الدنيا بيأذي غير الشب. ساعتين طريق بعد على المطار إلك سيتي بعد عايشة. أكبر ساين لروت 66 The National Route 66 Museum هي منطقة كاملة فيها بيوت فيها غازون فيها كل شيء رجع تكون فيها. هي وقفة أوكلاهوما الأساسية قبل ما تقطعوا ستيكس وتخلصوا. مشواري بيخلص هلأ. أخذت الخريطة من 4 أيام بلشت بكاليفورنيا وخلصت بأوكلاهوما سيتي. 6 ستيتس 6 ولايات قطعتهم أكثر من 6 أوتيلات عشرات المطاعم وعملت حلم يمكن كل واحد منا وكان حلمي أنا وصغير أني أعمل روت 66 اللي كنت مفكر أنه هي طريق حطله للجي بي اس روت 66 بخدم الأول للآخر. هي أصعب كتير من هيك
نصها مقطش قديمة خلصت بالثمانينات صار في هلا هاي واي 40 اللي هي أخذت محلها غوست تاونز الناس بلشت تفل منها سيارات قديمة داينرز قديم محلات مكسرة بس واحد بيتعلم منهم تعلمت انه في ست ستيتس يعني كانوا ست بلدان كل واحد بيفكر على طريقته كل واحد بياكل على طريقته تعلمت بثلاثة وبرامت بثلاثة تايم زونز مغيرين ساعتها حنطلع بالطيارة من بيروت يمكن على باريس تفرق معنا ساعة انا فرق ثلاث ساعات محل ما كانت لما حد ما رجعت اكلت اكل طيب حققت حلم انا وصغير كان عمال اعمل اللي هو اقطع امريكا ميل لميل وان شاء الله برجع بعيدة بس هالمرة من نيويورك على كاليفورنيا بهالخريطة اللي لحقتني الايفون اللي لحقت عليه المابس فيني اقول انه اربع ايام تعلمت منهم كتير هي تاني حلقة بعملها بامريكا ورح ارجع لحلقة اللي بعدها وان شاء الله كل واحد منكم يقدر يلحق يعمله 66 قبل ما تخلص مشواري وحدة على روت 66 بيخلص هلا عم بياخد طيارة وبكره بصير بيروت